هاي 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 على ولاد بويا عمر. اجيو تعرفوا ولاد بويا عمر الكواليس اللي دايرين على السعاد والخطه الجهنميه دايرين على السعاد، اللي متحدين ودايرين يديهم في يد الشيطان باش يدمر واحد الام، واحد الام اللي باغا حق بنتها. ما يدن كيديروا على الكواليس والخطط. اليوم غنفرشوا لكم كل شيء. اليوم هذيك الخطه ديالكم اللي كتخطوا في الكواليس وكتجريو الناس خدامين من شحال هادي وضاربين الصميط لميط، ولكن الحمد لله اللي كاين حنا واقفين بجنب سعاد. غنفرشوا لكم كل شيء وكلنا سعاد، وغنبقاو ندافعوا على سعاد حتى لاخر لحظه تتاخذ هاد الام الحق ديالها وحق دوك العاقات المسخوطات. ودابا كل شيء غيتربى، ما كاينش الرحمه والشفقه. هادوك اللي بغاو يصيفطوا امهم الحبيب بيس هما بقدره الله سبحانه وتعالى اللي غيهبطوا الحبيب بيس. وانا غنعاود لكم علاش العاقه خرجت بداك الفيديو البارح والكواليس اخوتي اللي دات على السعاد. دابا راه كنشوفوا كاين فئه المنشقون هما اللي كانوا مع السريعه ونشقوا، وكاين كيقولوا لنا حنا ولاد شحايبر. دابا هما المجموعه ديال المروبله والطبقه ولاد بويا عمر. من اليوم اسميتهم ولاد بويا عمر. اليوم غنفرشوا كل شيء هادشي. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم الناس اللي داز عليكم. كنتمنى المهمات ديالي خوتي وخواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين المرضيين والمرضيات اللي كيبغيو السعاد جوهره مغربيه واللي كيبغيو ياسين فلوبيو. عاونونا خوتي باللايكات، راه قهرونا بالسينيال اقسم بالله العلي العظيم. راه قبيله عاد تواصلت مع الاخوان خديجه والاخ طام والفرشه واحلام وناقشنا هذا الموضوع ديال السينيال. تصورت فيديوهات كيضربوا لك كامل بالدولار الصفر حيت ولاد الحرام كيسينيالوا لنا الكلاب ديال السريعه. عاونونا خوتي انتم غير باللايكات ديالكم والتعاليق، كثروا التعاليق، دوبلوا التعاليق، اللايكات ديالكم غير باش الفيديوهات ما يضربوش ونوصلوا الصوت ديالنا. هاد الناس هاتو خاص شي عريضه، خاص شي عريضه يوقعوا عليها المغاربه المرضيين والمرضيات ونتحدوا باش هاد العاقه تمشي تربى، لان هاد الشيء الا انتشر في المجتمع ديالنا راه صافي. اللهم صل عليك يا رسول الله، غنهزو يدينا من هاد الشيء، لان هاد الشيء اخوتي راه بحال شي فيروس وغادي كينتشر. هاد عقوق الوالدين راه دخل تيك توك، دخل الله يستر ولاد عقوق الوالدين منتشر. الناس كانوا شحال هادي كنا كنسمعو حنا كيديو ولادهم، كاين بعض المساخيط اللي كيديو والديهم الخيريه، ولكن يمكنناش كنعرفو ان كاين المساخيط اللي كيديو والديهم الحبس وكيتمنى الام ديال الحبس وتخرج عايره ارضاء لمرات باق باش نشبع الرغبات ديال العاقات والعاقه اللي متبعيني وديال مرات الاب ديالي، خاصها تشبع الرغبات ديالها. عرفتوا شي كواليس كان للسعاد الله يكون معاها وصافي. الناس مساهمين ماديا ماديا باش نصيفط واحد الام اللي باغا حق بنتها للحبس. كيجريو كيجريو الشكايات وكل شيء، العاقه شكايه، المرهوشه الصغيره ديال الزهير ودير شكايتها هي. قال لك يلا هادشي راه ما يمكنش، راه بزاف هاد الناس. دابا شوفوا سعاد خاصها تختار جوج حوايج، جوج لا ثالث لهما. اما غتختاري الصحه ديالك وتعيشي في هنا، اما غتختاري بناتك. ما تقول لي لا كبده لا ريه لا معده لا مصران، والله ينعل جدبو هاد الكبده اللي غدي اللي غتصيفط لي الحبس ودلني وتبهدلني. يا ما درت يا سعاد، يا ما تنازلت على حقك، يا ما ضحيتي على قبل ولادك، يا ما دمرتي وسهرتي، يا ما تكرفستي ولبستي المقطع كما كانوا يقولوا عليك المهبوله ولبس المقطع. الا لبستي ما لبستي على ولادك، سهرتي على ولادك، انتي مثال المراه المغربيه المكافحه اللي كتهمل راسها وكتهلا في وليداتها. هذا الشرف وفخر لك السعاد، ما يهمكش الاقوال ديالهم والمعايير ديالهم، يهمك هي كون خرجتي سعيتي بولادك اولا شردتي ولادك شحال ديال رميتي من الزنقه اخ، ولكن مادام كبرتيهم وبالحلال بالعرق ديال الجبين ديالك ما مشيتي تسدتي عليهم ما والو، كنتي كتخدمي بصنعه يديك الحمد لله وبشهاده الناس ديال فاس وبشهاده الجميع وبشهاده التاريخ كيشهد على السعاد في الفيديوهات ديالها ملي كانت كدير الحنه وكتنقش وكتصور داك الشيء، كلشي شهد على هادشي كامل. سعاد الغلط ديالها انها دارت الدور ديال واحد الزوج، دارت الدور ديال الراجل، الدور اللي خاص يديرو الراجل في الاسره داتو سعاد، وصبرات وعانات وتكرصات في الليالي وفي الشتا والبرد، هذا هو الجزاء ديالها. الناس كاين ولادهم اللي كيلوحوهم، كيلوحو في طار الزبل حنا كنشوفو مختفون. شحال من وحده ولدات ولدها ورماتو، كيكبر وكيدير نداء في مختفون وكيبغي يقلب على امو، كيبغي غير نشوف ميمتي غير نشم الريحه ديالها انا مسامح ليها. هذا ولداتو ورماتو في الخلا ما عقلتش عليه، حس بالله كنتي يا المسخوطه اللي ضربت لك تماره وكبراتك دابا تولدي عاد غتعرفي في حق الامومه. بكيتي في الليل وناضت خرقاتك،
بكيتي في الليل نتا رضعاتك، جاتك السخانه وداتك الطبيب في الليالي، هادشي انت ما تعقليش عليه لانك كنتي باقا طربيه صغيره. شوفي غير زنوبه دابا معاكم زنوبه في الدار، شوفي شنو كيوقع ليها، الله يحفظها والله ينجيها. ما كتطلعش ليها السخانه مره مره، ما كتفيقكمش في الليل كتبكي مره مره، ما كتبغيش ترضع مره مره في الليل. حنا بعد ما تغدر يا حدانا كتكون في شي ريحه ولا ليكوش كنعافو داك البيبي ما كنبغيش نقربو ليه، ولكن الام ما كتعافش ولدها، كتكون دير ليكوش مع شنو دير داك ليكوش، تنوض مسكينه الام وتكافح في الليالي والشتا شو غانت في الصباح ما تقدرش تفيق ملي يكون البرد، والام اش كدير؟ كتنوض مسكينه باللي فيها وتبدل ولدها ليكوش وتعاوم كتضحي. هادشي كلشي داتو سعاد، ما تقولوش لي ما كاينش شي ام ما دارت هادشي، ولكن سعاد عانت كثر كثار سعاد كافحت. وشنو دابا الخطه ديالنا سعاد؟ شافوا السريعه ديالهم غادا تمشي فيها، غادا السريعه البيبيس ارا باش نوض انا نلبي الرغبات ديال مرات الاب ديالي ونشبع الرغبات ديال مرات الاب ديالي، نوض نهي الام ديالي نبكيها كيما بكات مرات بوشه ديال الخلعه. خاصها الام ديالي نعيشها بنفس الوضع، تا هي يجي انا هي العصابي وتا هي تخرج تبكي وتا هي تشكي وتا هي مبهدله باش انا نربح الفلوس، باش انا ندخل الاموال الطائله. خاصني الا ما درتش هكا مرات با غادا تقلق، خاصني ضروري نقلق باش تكون المورال ديال مرات الاب ديالي طالع، هو نخدم بالام ديالي، نوض نعايرها ونسبها، حيت هذيك كتبقى هبيله، حيت هذيك عندها الكبده علينا. نهار اللي سولوها في الولايه قال لها واش بناتك راه غيهبطوا واش تتابعيهم؟ قالت لي مسعود لا غير يتربى ولكن يمشوش للحبس. ملي عرفوا هما هادشي دسروا البنات صافي، دسروا خرجوا صرحوا هادشي، صرحوا القنوات اللي معاهم، راه كانت المنصه ديال ولاد بويا عمر كانوا خرجوا وكيقولوا على ان سعاد دار التنازل، ما دار التنازل، حنا ما كناش طيقنا ديك الساعه، ولكن فعلا سعاد واخا دار التنازل الشفوي ولكن راه نحسب تنازل، لان ملي قالوا لها بناتك شوف بناتك راه غيمشيو يترباو حتى كانوا غيتحبسوا غيتعتقلوا، لانهم كلشي اللي قلت لكم انا القضاء ديال النزيه ما كيتعاتقش مع عقوق الوالدين والشكايات الاصول. سعاد ملي البنات سمعوا هاد الهضره دسروا كثر صافي، عرفوا سعاد ديك الام الهبيله اللي عندها الكبده الهشيشه ما تابعتهمش، ولكن دابا سهله وقت داكشي. دابا مادام نتوما غنصيفطوها للحبس كلنا غنوقفوا مع سعاد، كلنا غنوقفوا معاها، ماشي دابا غنتخلاو عليها. كتخرجوا دابا وكتهينوا سعاد وكتعيروها بالصينيه، يا ما داتو الصينيه نتوما السريعه شحال من مره، ما هي مره ما هي جوج، حياتكم كلها يا ولاد بويا عمر، حياتكم كلها سعايا كتسعاو للسريعه ديالكم وكتبكيو وتشكي. سعاد ما عمرها ما طلعت وبكات وشكات، مع علم ان السريعه كتدخل اموال طائله وخمسه ديال القنوات اللي خدامه بسعاد. سعاد يد وحده عباد الله، واحد الام عندها مسؤوليه ديال جوج ديال الوليدات ومازال كتعرض هاد الام للهجوم وكتهان. الام اللي وصى عليها الدين ديالنا، وصى عليها الله سبحانه وتعالى، ووصى عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، امك ثم امك ثم امك، فين هي الام ولو دايرها تحت رجلين؟ راه خاص شوف هادشي خاص توضع عليه حد، خاص شي عريضه شي حمله ضد هادشي، هادشي ما خاصوش ينتشر في المجتمع ديالنا، اللي انتشر راه صافي. كما قلت لكم البنت ضاقت الفلوس، ضاقوا الفلوس على ظهر الام، لان الروتينات ديالهم ما كيطلعوش كما قلت لكم، ما يقدروش يديروا محتوى ديالهم، المحتوى ديالها غادا على الخطه ديال باها، هو امك خدمي عليها، امك راه ما غاتعطيكش الحبس، امك راه غاك داوي في اليوتيوب هذيك راه هبيله. نداو على ديك سعاد ديك النظره، ديك سعاد الدرويشه، ديك سعاد المسكينه اللي كتسمع حقها، ولكن دابا لا، دابا سعاد الا تنازلت مره ثانيه راه صافي راه كلشي غادي يكفر عليها، وما كنظنش ان سعاد غتنتازل. سعاد الا دارت التنازل ولا بقيتي تسكتي على حقك راه غتمشي للسبيطار قبل الوقت، غتمشي للروضه قبل الوقت. انا نقول لك اللي كاين، الا بقات سعاد غير على هادشي اقسم لكم بالله العلي العظيم الامور ما كتبشر بالخير. انا مطالع الكواليس وعارف شنو كاين اخوتي، هاد السيده وصلت لينيميت، قهروها بزاف قهروها، راه واخا تكوني حجره كيكون قلبك من الحجر غيحن تحن. باش دوك البنات تصوروا باش تكوني فرحانه خاص امك تكون منهاره. واش يا عباد الله انا راه عايش من فهم هاد البنات؟ ما بغاوش يتفهموا لي اخوتي، ما بغاوش يتفهموا لي انا هاد البنات، سيرتو البنت الكبيره العاقه هي المسخوطه. تيمك البارح الصباح كتبكي، ربي اللي عالم بها، وداك النهياره ما قدرتش تكمل داك اللايف، قبيله خارجه في فيديو حاطه المقدمه الموسيقى وناشطه مع راسك في الريستور، عاد خارجه قالت لك اي ولا درت علاش انا نتحاسب، راه قالت لك اللي درت علاش انا نتحاسب، ما درتيش علاش هادشي كامل، ما درتيش علاش. اش غادي نقول لك؟ الله ياخذ فيك الحق والله يبين فيك العلامه، والله ينتقم منك يا ربي في هذا النهار وفي هذه العواشر عيد المولد النبوي الشريف، الله ياخذ فيك الحق.
هادشي غادي نقول لك. جبتي كتجيبها حتى العواشر وكتلقطي الدعاوي. اشحال ديال الناس كيبكيو مع السعال، شحال من الناس مرضى بالسكر، شحال من الناس مرضى بالطونسيو. قال لك هادشي بزاف خاص توضع ليه حد. ولكن خوتي يكونوا هانيين دابا، سعاد مابقاش غتراجع، ما بقى ديك الكبده حيدتها وشواتها. حنا غنشوفو، حنا غنشوفو من القدام، ايام غتتكشف كلشي. وجعرو ولاد بويا عمر صافي، شعلتيهم العافيه الله يسر. باغي الغرض ديالهم يصيفطو الام للحبس. يلا ما عرفت كيداير كتعاملو نتوما مع والديكم، واش نتوما كديرو مواتكم بحال هكا؟ والمنصه ديال ولاد بويا عمر، واش نتوما كديرو مواتكم بحال هكا؟ كتهينو مواتكم وكتبغيو تفرجو في مواتكم كيبكي وهادشي؟ ما كنظنش. وحنا يا عباد الله، انا راه الام ديالي ها كتسمع مريضه، راه نعاس ما كيدينيش، هادشي ما داير لها والو، ماشي انا السبب في داكشي، غير سمعت شي واحد غيرها ولا شي واحد هضر عليها ولا ما شنو ندير ليه. حس بالله كي رهاقه، كنتواصل مع القنوات اللي كيعايروا الام ديالي، مشي نتواصل معاهم في التليفون ونضحك معاهم، ويقولوا على امي الناموسه، ويقولوا على المقطعه والمبهدله والهبيله، ونمشي انا ندير يدي في يدهم ونتواصل معاهم ونعطيهم معلومات. حقارها تنازلت ليا، غير خرجوا ضربوا فيها باش دير لك عقل. تقول لي شوف كيما كان الحال، ما دازتنيش، راه ميمتي ما دازتنيش، راه دارت لي التنازل. اما راني نمشي لحبيب بيسكو، راني في الحبس انا دابا. ولكن ملي دارت التنازل تصرتي، غادا كتصرحي بالقنوات الاخرين اللي كيعيروا فمك. ندير يدي في يد العدو ضد الام ديالي، يا سبحان الله. بعد باغا طفريه، الا طفرتي هي وسرى، الا طفرتي وهاد العواشر اجي واش ميا هنا وهنا. الا ما تقرش فيك العلامه في الدنيا قبل الاخره. عا بلاتي كاع حسابك دابا درتي الفلوس، درتي هادشي على ظهر ميمتك، ولكن هادشي كلشي غادي يخرج فك. وفي ديك السريعه الحراميه، هذيك الحراميه ديك الملقطه من فعيله، هذيك هي راس الحربه. ولكن كلشي هادشي ما غاديش يدوم ليك مع بلادي شويه. ربي ان الله يمهل ولا يهمل، غير بلاتي شويه كلشي هادشي غتحاسبوا عليه. يا المنافقين، تحياتي لكم اخوتي العزاز، كنتمنى ما تنساوليش من اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج. الى فيديو قادم ان شاء الله، تحياتي لكم.